فرنساوي، بعرف اسباني وصيني، في كذا لغه، في واحد بيكون معاه كذا لغه، انما ما شفتش حد بيقول لك انا بعرف لغه الجسد، انا متخصص في لغه الجسد اللي هي البادي لانجوج. في ناس كده وانتشر الموضوع ده، انما هل اصبح علم وهل اصبح في ناس متخصصه فيه؟ رحبوا معايا بالاستاذه رغداء السعيد، اهلا بيك المتخصصه في لغه الجسد. تمام، لغه الجسد اللي هي زي الانجليزي والعربي على فكره. زي الانجليزي والعربي. بس هي دي اللغه الوحيده اللي كل العالم بيتكلمها. كل العالم بيتكلم. كل العالم بيتكلم. يعني اصبحت لغه كده خلاص. انت لو رايح الصين او امريكا وانت ما تعرفش انجليزي ولا صيني وعملت كده هيتعمل لك ايه؟ هيتعملي كده وخلاص، خلصنا نروح بقى بلدنا بعد كده زيك خلاص انا كويس. هي يعني دي لغه جسد بس كده. على الاقل دي اللغه الوحيده اللي الكل بيتكلمها، حتى الصم والبكم. سبحان الله. طب هل اصبحت علم يا استاذه رغداء؟ يعني هل الموضوع ده يعني خلاص بقى علم ويدرس وكده؟ كلمة أصبحت دي هعلق عليها، لأن هي من سنة 60 بيؤخذ بيها في أمريكا مع الرؤساء. من سنة 60؟ من سنة 60. بس أصبحت دي يعني مستورين شوية، فبيوصل لنا الموضوع يعني بعد 50 60 سنة. خليها أصبحت دي، نشيلها شوية ونخليها إيه؟ هي أصبحت هنا في مصر أصبحت. هي من سنة 60 بيؤخذ بيها في العالم كله، ويمكن أشهر مناظرة كانت بتاعت نيكسون وكينيدي، أخذ بلغة الجسد، لأن ساعتها نيكسون كسب في الراديو بالاستفتاء، وكينيدي لما اتشافت في التلفزيون كسب، ورجعوا بقى الموضوع ده للغه الجسد بتاعته وطريقه لبسه وقعدته وكلامه وكله، فهو كسب بسبب لغه جسد. يعني اثرت لغه جسده في قرار الناس اللي راح تنتخب. للدرجه دي لغه الجسد مؤثره. طب انا هسالك في حاجه، يعني هل ممكن بقى مثلا يعني يعتد بيها في المحاكم، في النيابات، يعني مثلا الحراميه او الناس اللي بتسرق زي كده، حاجه مثلا زي جهاز كشف الكذب؟ بص، هو طبعا لغه الجسد احنا بنعرف نقرا مين اللي بيكذب، مين الملاوع، مين اللي عنده استنكار، كل الكلام ده كله بندرسه، بس الى الان لم يعتد بيها او تعتمد ان هم الخبراء دول هم اللي يبقوا لكشف الكذب، فبياخدوا يعتمدوا على الجهاز اكتر، لان في الاخر برضو هم بني ادمين. فممكن واحد مشاعره تتاثر شويه او حاجه، فما بيبقاش معتد بيها قوي، انما هي ظهرت بعد اللي هي اتفاقيه جنيف سنه 29 عشان التعذيب والحاجات دي، عشان يخلوهم يقولوا، فبداوا يعملوا حاجه اللي هي ايه، عشان يخلوا اللي قدامهم يعترف من غير ضرب، فبقى يخشوا له في حاجه اسمها المساحه الشخصيه اللي هي ال 45 سنتي. 45 سنتي. دي لو حد دخلك فيها هترتبك، لان دي المساحه اللي هي ايه بقى؟ دي المساحه الحميميه. الحميميه دي يعني ايه؟ اب، ام، زوج، زوجه، ابناء، هي دي المنطقه المسموح بيها للناس دي بس انها تخشها، عشان كده بيسموها المساحه الحميميه. دخلك فيها ظابط هترتبك. تخيل انت واقف كده وفجاه لقيت واحد قدامك وعينه في عينيك وبيقول لك اعترف. هيربكك. 45 سنتي. يعني دي المساحه الحميميه. في المساحه الشخصيه اللي هي من 45 سنتي لمتر بوينت 2. دي المساحه الشخصيه اللي هي بقى للاصدقاء والمعارف والكلام ده كله. دي المساحه الاجتماعيه اللي احنا قاعدين فيها دي بقى انا وانت. دي اللي هي 2 3 متر كده، دي مساحه اجتماعيه. لا يعني اقصد ان هي دلوقتي لغايه دلوقتي ما فيش دليل، يعني ما اتاخدش كدليل. يعني مش اللي هو يقول لك مثلا، يعني انت حضرتك متخصصه في لغه الجسد وعارفه كويس جدا، طلبوا منك مثلا او استعانوا بيكي في اي جهاز امني اللي هو تعالي مثلا يا رغده شوف لنا الموضوع ده، ان الراجل ده بيكذب ولا الراجل ده صادق ولا ايه حكايته؟ فروحتي فقلتي لا الراجل ده كذاب. تمام. هياخدوا بالكلام ده؟ لا مش هياخدوا بيه، بس هقول لك على حاجه. في كشف الكذب في علامات معينه للكذب، يعني كويس. حك الانف ويليها حك الاذن. حك الانف ليه؟ لان لما الواحد بيكذب بيطلع هرمون معين بيوصل للشعيرات دي اول حاجه، فبيحصل الحكه دي. طب وات اف بقى، او ماذا لو كانت الدنيا تراب وعنده حساسيه؟ طب ما ممكن يهرش. يعني انا بهرش كده فاهم زي ما انا كذاب. بس على حسب بقى السؤال والموجه ليك نفسه. وفي ناس وهي بتتكلم بتعمل كده، وده حركه لا وعي من الايد انها تداري المكان اللي خارج منه الكذب. لا بصراحه كده. يعني فعلا لازم ياخدوا بيها، لان لا هي موضوع فعلا. جميل قوي فعلا. لازم يتاخد بيها على طول. موضوع خطير جدا، وده علم مهم قوي طبعا. انا طول ما بكلمك هفضل اعمل لك كده، شفت بقى ان كل كلامي يعني المشاهدين هم اللي هيقولوا عليك رايح في مناطق تانية خالص. بس على فكره ثواني بقى، ما انا هقول لك. بص، اصبع السبابه ده برضو في لغه الجسد، ده امر مباشر على فكره. ده معنى ايه الامر المباشر؟ انا بوجه لك كلام عشان تسمعه. وده لغه الجسد بتاعه المحاضرين والمدرسين. بمعنى ان انا لما اجي اكلمك اقول لك كده، يبقى انت لازم ايه تسمع الكلام. انا اقول لك على حاجه بقى، هرش او حك الانف ده لما يكون
في معمل او في جلسه كشف كذب وبيتسال اسئله مباشره وعمل كده ساعتها اوكي، انما في وسط الكلام يعني حرام برضو الناس حقها انها تحكم. طب انا هقول لك على حاجه يا رغد، معلش يعني مع احترامي، انا دلوقتي راجل مثلا نصاب والعياذ بالله يعني حلو قوي، نصاب عالمي تمام وشغال هنا وهنا وهنا، ورحت بقى درست الكام هرشه دول، هرشت هنا وهرشت هنا وهرشت هنا وعرفت ايه الليله ماشيه ازاي، وخلاص بقى الليله كده عرفت ان انا لما هرش هنا ابقى كذاب ولما اعمل كده، يعني درست العلم بتاع البادي لانجوج او لغه الجسد تمام، هتقدر تتحكم في نني عينيك انه ما يتهزش وانت بتكذب؟ النني؟ النني داخل في الموضوع معانا؟ طبعا كل حاجه داخله، هتهرب من الحكه دي هجيب لك النني، النني عمره ما بيثبت لو الواحد بيكذب في عين اللي قدامه، لازم بيبقى النني نفسه الصغير ده بيتحرك يمين وشمال وبيهتز ما بيبقاش ثابت في عين اللي قدامه، فده طبيعي انه فعلا لما الانسان يكذب بيعمل كده يعني انا عملت كذا وكذا كده بيقدر بيخاف من مواجهه الشخص اللي قدامه ان هو يبص مباشر. طب ما في حاجه ثانيه يا رغد، ما انا ممكن ان انا عايز اوصل لك ان انا كذاب، اقعد اقول لك اصل انا النهارده رحت عملت كذا، تفهمي انت ان انا كذاب وانا مش كذاب؟ طب يبقى انت عايز تفهمني كذاب خلاص، يبقى خير وبركه. سكه ثانيه لا يعني عايز اديك سكه، هي قصه برضو مش قصه ان انا كذاب ولا صادق. ما هو بالظبط، ما هو لغه الجسد مش كشف كذب، لغه الجسد توصيل الرساله بالظبط بالطريقه الصحيحه. وهقول لك على النسبه بتاعت لغه الجسد في توصيل الرساله وهتدرق لي كده وتستغرب. ده انا مبرق من اولها، قول انت انا مبرق. نسبه 93% من توصيل الرساله في لغه الجسد. أيوة. 93%؟ يعني كل اللي احنا قاعدين بنقوله ده ولا ليه اي لازمه؟ 7%. يعني انت تخرجي من اللقاء ده معايا تقولي لي لا ده انت كان قصدك تقول كذا وكذا وكذا. ايوه بالظبط كده، انت كذاب وقلت كذا وكذا. لا مش كذاب قوي، انا ما بوجهش كده، كنت غير صادق في بعض اللي دي برضه. 93%؟ 55% حركات وايماءات وردود افعال وتعبيرات وش وحاجات كده. انا مقتنع جدا بالكلام اللي بتقوليه، وانا كمان تصدق ده موضوع مهم جدا، ده موضوع خطير قوي يا رغد. وفي 38% في نبره الصوت. يعني انا مثلا هقول لك على حاجه، في تقرير مش عاجبني هقول لك ايه لو سمحت اقرا التقرير، اقرا التقرير ده، لو انا جيت قلت لك اقرا التقرير ده كويس حصل ايه بقى من الفرق بين اقرا التقرير ده واقرا التقرير ده؟ عملت انا ايه؟ حسيت ايه؟ فيش فرق؟ في فرق في نبره الصوت، في نبره الصوت وتعبير الوش، ان انا عايزاك تقرا عشان الكلام ده مليان غلطات مثلا. سؤال انا بقى، هل في بعض الاشخاص او بعض الناس عندهم ملكه معينه ان هم الظاهر بتاعهم غير الباطن، من غير علم ومن غير دراسه ومن غير الكلام ده خالص؟ في ممثلين، ممثلين طبيعيين، الممثلين اي حد بيعرف يمثل، اي حد بيعرف يعني لو اتحطيت على جهاز كشف الكذب في لغه الجسد هكذب براحتي خالص ويبان ان انت صادقه ونني العين كمان، لان انا هفصل مشاعري وهبقى عارفه ان انا جوه الكلام ده وانا مدربه فهتكلم عادي خالص. يعني قدره على الانفصال، طبعا قدره على الانفصال عن الواقع طبعا، هي دي اللي هي بتبقى الملكه، كانك باصص لنفسك في المرايه. هل محتاجه تدريب؟ زي الاي كونتاكت، الاتصال المباشر بالعين، احنا بنعمل التدريب ده بنفصل مشاعرنا عن الانسان اللي قدامنا، بنفصل العنصريه لو حد مثلا انت ما بتقهوش من جنسيه مش حاببها او كده، لازم كده يعني لازم تفصل مشاعرك عشان نسبه الاستماع توصل الرساله بنسبه كبيره اكتر من 70%، لو انت ما فصلتش مشاعرك بس انا والله بحبك جدا يا رغده وقاعدين عشان بس ربنا يستر يعني. الحمد لله بجد، انت حاسه بصدق في كلامي بصراحه يعني، ولا ربنا يعدي ربنا يعدي الحلقه دي على خير، حاسه ان انا عيني شغاله كده. هو عامه لما حد بيبقى عارف انه قاعد قدام حد خبير لغه جسد دايما بيبقى فيه حس ان هو لازم ياخد باله، فلما بياخد باله بيقع في الخطا اكتر بالظبط، يعني الواحد يخليه تلقائي وطبيعي بالظبط كده، زي ما انا بعمل معاكي كده، انا مش هسجنك مش كده، وانا من جوايا بكني ليكي كل مشاعر طبعا، وانا حاساها بصراحه، بصراحه حاساها يعني من اساسا حاسه موضوع الحب ده يعني، بص التبريئه دي، بص التبريئه دي بقى، ما اكتر من كده هعمل ايه بقى؟ حاول توصل مش هتوصل برضه. حسيتي بالصدق بتاعي؟ طبعا حسيتي بالصدق بتاعي؟ انا منافقه بقى كده، هبقى منافقه جدا. تابعتي الرئيس مرسي والخطاب بتاعه؟ اني فيهم، انا تابعت كل الخطابات، ابناء وطني وعشيرتي والناس اللي حواليه، الحرس بتوعه والرجاله اللي حواليه، تابعتي الحاله دي؟ طبعا. وهو كمان خطب خطبه الجمعه على فكره. طب شو يعني حسيت؟ بص انا تابعت كل خطاباته ولاحظت تقدم هائل في لغه الجسد بجد والله جدا. رغده انا حاسه ان انت بتهرشي في مناخيرك دلوقتي. لا لا لسه. هقول لك ليه، هجيبها لك بالاثباتات. رغده انت مال، انت مانعه الهرشه بالعافيه، بصي. لا 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 لا، طب هرشي بسرعه، طب هثبت لك. طب خدي انا رايي هرشي وبعدين اتكلمي. بعمل كده ليه بقى؟ الحركه دي في لغه الجسد بقول لك هثبت لك، يعني انا رساله مني ومن ايديا ليك ان انت تسمعني كده اهو. بس انا حسيت ان انت اول خطاب للرئيس مرسي كان بيعمل ايه؟ كان بيرتجل كتير، بيقلب الصفحه بطريقه عشوائيه كويس، كان في ارتباك لانه اول خطاب لي كرئيس قال اهلي وعشيرتي كتير قوي، دي للمستمع او للمستقبل
تضايق جدا، لان هم بيربطوها على طول بالجماعه والاخوان على طول. بس هو الراجل كان بيقصد يعني كلمه اسلاميه عربيه، وانا سالت حد من المحللين في الموضوع ده. انا بس عايز اقول حاجه، ماليش دعوه هي اللي بتقول، عشان انا اهو انت اللي بتقولي. لا انا حره. احنا بلد ديمقراطي. اوكي، دي اول حاجه، وطني وعشيرتي. فبيربطوها بالجماعه. هو المشكله اللي ظهرت عنده في القراءه، هو بيقرا اللغه العربيه بفصاحه تامه A1، لكن ينقصه مهاره القراءه، ان هو لما بيرتجل بيرجع لنفس الكلمه تاني، فحصل تكرار لبعض الجمل تاني في خطابه. فده اول خطاب. تاني خطاب، واول خطاب استخدم تقريبا لفظ الجلاله اكتر من 30 مره. تاني خطاب نادرا لما استخدم لفظ الجلاله. ما هم قالوا له عليه يعني، قالوا بقى الملاحظات بالظبط، خد باله الراجل. ما يبقى حصل تقدم ولا ما حصلش؟ حصل تقدم. شفت؟ بس حسيتي بصدق في كلامه؟ بامانه والله شديده. الصدق ظهر في ايه؟ لان هو يمكن ما كانش بيقول حاجات يعني تستدعي ان الواحد يشوف صادق او كاذب، بس هو قال ايه؟ تاني خطاب عمل ايه؟ عمل رسائل ضمنيه كتير قوي. مواطنين مصريين مسلمين مسيحيين، حد توك توك، ده الراجل قال التوك توك بالظبط، حب يجمع الناس كلها عشان يقول لهم انا بكلمكم كلكم. الحركه بتاعت جسمه ان هو واقف ورا المنصه دي ونزل فتح الجاكيت، قال اهو انا جيت لكم النهارده، دي رساله ضمنيه. طب ما ده حلو ده. طب ما انا بقول يبقى تقدم ولا مش تقدم؟ تقدم صح. شفت بقى تقدم، انا هثبت لك، انا هخليك دلوقتي تطلع تقول كله متقدم. في خطاب اخير اللي هو بتاع ليه شويه كده هنا. ابدا. في خطاب اخير او اللي انا شفته الاخير كان بتاع ليله رمضان. كويس. كان بيقرا من مونيتور من غير ورق او حاجه، كان لابس بدله غامقه والخلفيه فاتحه، ودي كانت دي حاجه مهمه قوي لازم ياخدوا بالهم منها، لان الحاجه لازم العكس، الخلفيه تبقى عكس اللبس نفسه. كويس. ما ارتجلش كتير عشان ما يتلخبطش، وكانت القراءه بس مشكله واحده حصلت في اخر خطاب، انه كان مركز قوي في القراءه عشان ما يغلطش. فوشه ادى تجهم، فالناس قالت هو مكتئب ليه؟ نشوف تقرير من الشارع ونرجع تاني مع الاستاذه رغده علشان نشوف موضوع الاعلاميين اللي عندهم لغه الجسد، ونشوف ايه الاخبار. هل انت مع تدريس لغه الجسد في المدارس الابتدائيه بتاعتنا، ولا ده عيب وحرام؟ والله يا باشا انا مش عارف، هخليها عيب وحرام. طب لو ايه البديل المقترح اللي انت ممكن تقترحه علينا؟ نخلي السبان لوحديهم والرجاله والبنات لوحديهم. يبقى حرام جامد، يبقى بايظه خالص. طب ايه البديل اللي ممكن تقترحه انت؟ اديلها تبوظ اساسا. ده عيب وحرام. طب ايه البديل اللي ممكن تقترحه؟ اي ماده ثانيه علميه تفيد الناس يعني. لا تدريس اللغه الابتدائيه طبعا. طب تين حتى. طب ايه الفايده اللي بتطلع بتعود على الاطفال منه؟ بيطلع متين، بيبقى حافظ الحروف ويبتدي كويس. لا متهيألي المرحله الابتدائيه ما ينفعش تدريس لغه الجسد فيها. هو للاسف هي بتختلف بين مصر وبره، يعني اصلا قريت كتب بره مختلفه تماما عن مصر، لان انا حاولت ادرس حاجات زي كده يعني عشان تبقى مفهماني الشخصيه اللي قدامي ايه. الفراسه. رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التقرير، ورجعنا للأستاذة رغداء السعيد عشان نشوف ايه موضوع لغة الجسد والهرش في المناخير واتساع حدقة العين. ده انا طول النهار بهرش في مناخيري، ده معناه ان انا 24 ساعة كذاب، ربنا يستر. الناس كده هتاخد انطباع عني ده اي حد بيهرش. انا قلت في حساسية برضو ممكن تبقى في حساسية، الناس كلها عندها حساسية من التراب، فنديهم بقى الاكسكيوز ده. طيب ايه رايك دلوقتي، انت شفتي التقرير رغده معانا، وشفتي ان هم بيتكلموا على تدريس لغه الجسد في المدارس، ايه رايك؟ بص، هو لغه الجسد المشكله الوحيده في مصر انها داخله جوه علم مهارات التواصل، يعني انا لما بدرسها بقالي 11 سنه على فكره، بس جوه مهارات التواصل هي مهارات التحدث والكلام ومهارات البرزنتيشن سكيلز او العروض التقديميه. دي مشكلتها انها حاجه صغيره قوي بتتدرس، انما لا طبعا انا معاها جدا ان هي تتدرس في وسط الكلام ده كله، بس الناس الكونسيبت نفسه ان هو ياخدوه، هي دي المشكله، الناس مش مقتنعه بالموضوع. الناس فاهمه غلط يا رب، فاهمه ان هو دجل، فاهمه ان هو شعوذه. ايوه. بس هو بالعكس على فكره، لغه الجسد مذكوره في القران. مذكوره في القران؟ طب انت عندك عندي طبعا. أنا لازم كنت اخد الحجج دي او الحاجات دي عشان اثبت، زي السيده مريم اما قالت اشارت لسيدنا عيسى عشان يتكلم، وفي اشارت ما قالش يعني الاشارت، وكبيركم هذا سيدنا ابراهيم، وسقط على وجهها. كل ولا تمشي في الارض مرحا. ايوه. فدي كلها حاجات في لغه الجسد. صح.
والسنة النبوية لازم بيقول لك لما تتكلم بكف الإيد مفتوح، والإصبع ده اتنهى عنه في بعض الأحاديث، أنا أيوة مش متأكدة أيوة من الأحاديث، اتنهى عن استخدامه لأن ده بيبقى تهديد ووعيد. فمعظم الرؤساء العرب كانوا بيستخدموا الإصبع ده على